طيب حلو جدا. لو احنا بقى هناخد من المونديال نيجي على دلوقتي بقى الماتش بتاع النهارده، البعض بيقول ان المشاركه في المونديال والمجهود البدني والنفسي والذهني اللي كان موجود للعيبه ربما هيؤثر على اللعب النهارده، والبعض الاخر بيقول لك ما عندناش الكلام ده، احنا الاهلي احنا بنقفل صفحه وبنفتح صفحه من تاني يوم على طول. فخلينا نعرف من حضرتك الموضوع التاثير على حته الاجهاد بيتوقف ان انا النهارده لازم يكون عندي استشفاء كويسه جدا، عندي تغذيه عاليه جدا، وخصوصا ان ده ممكن لا ممكن يدخلني في مرحله ان انا جاي من بطوله انا جاهز انا فت انا في الفورمه مش داخل في بس برضه احنا عندنا اصابات بالزبط. تمام، فهي دي النقطه السلبيه اللي ممكن احنا النهارده هنواجهها في المباراه بتاعت النهارده. علي معلول، حسين الشحات، ايمن اشرف، ووليد بس حسين الشحات ايقاف مش اصابات ووليد سليمان، يعني دول الغيابات. الغيابات طبعا عناصر اساسيه وليها تاثيرها، ولكن طبعا المقوله الشهيره اللي احنا عارفينها الاهلي بمن حضر. ان شاء الله النهارده الاهلي هيثبت تواجده باذن الله في مباراه المريخ السوداني. جميل، طيب احنا طبعا كلامنا مع حضرتك لم ينتهي بعد، هنستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشه. اتفضل.